الهدية سر الاستمتاع بعملك وحياتك الآن سبنسر جونسون مؤلف كتاب الأكثر مبيع من حرك قطعة الجبن الخاصة به. شوفي بالمحتويات ما قبل القصة الوجود تعلم الصنع ما بعد القصة عن المؤلف قصة الهدية إنك تعرف بالفعل ما هي الهدية إنك تعرف بالفعل أين تجدها وأنت تعرف بالفعل كيف يمكنها أن تجعلك أكثر سعادة ونجاح ولقد كنت تعرفها بشكل أفضل عندما كنت أصغر سنا ولكنك ببساطة نسيت أمرها. الهدية ليست هي الماضي وليست هي المستقبل الهدية هي اللحظة الحالية الهدية هي الحاضر حتى في أشد المواقف صعوبة وحرج عندما تركز على ما هو صحيح في اللحظة الحالية فإن هذا يجعلك أكثر سعادة اليوم ويمنحك الطاقة الضرورية والثقة اللازمة للتعامل مع ما هو خطأ. الوجود في الحاضر يعني التخلص مما يشتتك والانتباه لما هو مهم الآن إنك تضع حاضرك الخاص بما تولي انتباهك اليوم. من الصعب أن تنسى الماضي ما لم تتعلم منه ومجرد أن تتعلم من الماضي وتنسى تستطيع أن تحسن الحاضر اليوم. في أي وقت تشعر فيه بالتعاسة من الحاضر وترغب في الاستمتاع بالحاضر أكثر يكون الوقت قد حال لتتعلم من الماضي أو تخطط من أجل سرعة المستقبل. انظر ما تشعر به تجاه ما حللت في الماضي. تعلم من شيء داخلي استخدم ما تعلمته لكي تجعل عملك وحياتك أكثر قابلية للمتعة اليوم. ليس بوسعك التغيير الماضي ولكن تستطيع أن تتعلم منه وحينما تواجه نفس الموقف يمكنك أن تتصرف بشكل مختلف وتصبح أكثر سعادة وأكثر فعالية وأكثر نجاح اليوم. لا أحد يمكنه التنبؤ بالمستقبل أو السيطرة عليه إلا أنك إذا تخيلت بمزيد من الوضوح ما تريد أن يحدث في المستقبل وخطط له وقمت اليوم بشيء وفعلت اليوم شيء من أجل تحقيقه قل مقدار ما تشعر به من قلق في الحاضر وستصبح المستقبل أكثر وضوح بالنسبة لك. بداية من اليوم تخيل ما يمكن أن يبدو عليه المستقبل الباهر ضعف خطة واقعية وقم بعمل بعض الأشياء من أجل تنفيذ الخطة وتحقيق المستقبل الذي تخيلته. كيفية استجابتك تعتمد على هدفك. عندما تريد أن تكون أكثر سعادة وأكثر نجاح يكون الوقت قد حان لأن تتواجد في اللحظة الحاضرة وعندما تريد أن يكون حاضر أفضل من الماضي يكون الوقت قد حان لتتعلم من الماضي وعندما تريد أن يكون المستقبل أفضل من الحاضر يكون الوقت قد حان لسرعة المستقبل. وعندما تعيش وتعمل لهدف نبيل وتستجيب لما هو مهم لأن تكون أكثر قدرة على القيادة والإدارة والدعم والصداقة والحب. كونك أكثر نجاح يعني أن تقترب أكثر مما أنت قادر على أن تكونه وأن كل من يحدد نفسه ما يعنيه المزيد من النجاح. ثلاث طرق لتستفيد من اللحظة الحاضرة وتستجلب عملك وحياتك الآن. عش الحاضر عندما ترغب في أن تكون سعيد وناجح. ركز على ما هو صحيح الآن. استجب لما هو مهم الآن. تعلم من الماضي. عندما ترغب في أن تجعل الحاضر أفضل من الماضي انظر إلى ما حدث في الماضي. تعلم منه شيئا ذا قيمة. افعل الأشياء بشكل مختلف اليوم. اصنع المستقبل. عندما ترغب في أن تجعل المستقبل أفضل من الحاضر تخيل ما يمكن أن يكون عليه المستقبل الباهر. ضع خطة واقعية اصنع شيء اليوم من أجل سرعة المستقبل. تعرف على هدفك استكشف طرق مختلفة لجعل العمل والحياة أكثر معنى. لكي تعرف المزيد عن المنتجات والخدمات المتوفرة للأفراد والشركات ولتأسس أساس قصة الهدية قم بزيارة موقع الإنترنت thepresent.com أو اتصل برقم 1-800-851-9311. دكتور سبنسر جونسون هو واحد من أفضل كتاب المؤلفين المحترمين والمحبوبين في العالم فقد ساعد ملايين القراء ويعرفوا كيف يمكنهم أن يستمتعوا بحياة أفضل باستخدام حقائق بسيطة عميقة تؤدي إلى تحقيق الأهداف وإحراز النجاح في العمل وفي المنزل. لقد عمل هذا المؤلف على إلهام الناس والترفيه عنهم بقصصه عميقة الأثر التي تخاطب بشرة قلوبهم وأرواحهم مما جعل الكثيرين يصفونه بأنه هو الأفضل من يطلع بموضوعات معقدة ويقدم حلول بسيطة ومفيدة وناجحة. دكتور جونسون هو المؤلف أو مؤلف المشاكل للكثير من الكتب التي تصدرها نيويورك تايمز والتي حققت أفضل مبيعات بما فيها الكتب الثلاثة التي جاء في الترتيب رقم واحد من بين أفضل الكتب مبيعا وهي How Moved My Cheese An Amazing Way to Deal with Change in Your Work and Life وكتاب مدير دقيقة واحد The One Minute Manager الذي يجتمع على طريقة الإدارة الأكثر انتشارا من العالم الذي شارك تأليفه كينيث بلانشارد وكتاب الهدية The Present Secret to Enjoying Your Work and Life Now.
وبعد أن تخرج دكتور جونسون وحصل على درجة البكالوريوس في الفنون والآداب من جامعة جنوب كاليفورنيا في علم النفس، حصل على شهادة الطب من كلية الجراحة الملكية وأنهى دراساته الطبية في مايو كلينيك وفي كلية هارفارد للطب هارفارد ميديكال سكول. عمل دكتور جونسون مع كمبيوتر الاتصالات ومؤسسة ماجترونيك، وهي التي اخترعت الأجهزة المنظمة القلب، وكان طبيب باحث في معهد Institute for Interdisciplinary Studies، وكان مستشار في مركز The Center for Study of the Person، ثم مؤخرا كزميل للريادة في كلية هارفارد لإدارة الأعمال هارفارد بزنس سكول. ولقد جذبت أعماله انتباه وسائل الإعلام الكبرى بما فيها BBC وCNN وفورشيت ونيويورك تايمز وريترز جيزست وتوداي شو ومجلة تايم USA Today. هناك أكثر من 40 مليون نسخة من كتب جونسون متاحة بأكثر من 42 لغة. كتاب الهدية لسبنسر جونسون.